تفتخر طبيبة الأسنان والناشطة الاجتماعية فوزية خلفان بكونها ثمرة ناجحة من شجرة طيبة اسمها دولة الإمارات، التي ساندتها ورعتها في رحلة التحصيل العلمي في الداخل والخارج، وربما من باب رد الجميل لبلدها كرست فيما بعد جهداً كبيراً في مجالات الخدمات الإنسانية بشقيها الصحي والاجتماعي عن طريق مبادرات تطوعية تفضي إلى تعاضد اجتماعي يميز المجتمع الإماراتي بين دول المنطقة. لا تقلب صفحة إلا لتكتب قصة تحد جديد، فالنجاح بالنسبة لها يمكن أن يكون أكثر. أنا ما أقارن نفسي بالمرأة الأجنبية أو لأن لكل دولة لها ظروفها، لكن أقارن بدولة عمرها 40 سنة وتقدر المرأة تخترق كل المجالات وتقدر تشتغل في كل المجالات والدعم اللي حصلته، يعني أنا ما أشوف أنا أي أقارن نفسي بالأخرى، المرأة العربية أو المرأة الأجنبية. لو تروح أي مؤسسة أي وزارة راح تلاقي المرأة مديرة أو وكيلة وزيرة، يعني أي مجال ما اخترقت المرأة كل المجالات. وبالتالي يعني بدينا كل سنة تصدر من عندنا مبادرة إنسانية كمركز جميرة اللي يتبع وزارة الصحة. أول مبادرة أصدرناها كان عندنا مشروع إن إحنا علاج كبار السن نوصل لهم لبيوتهم، كان هذه أول مبادرة لنا، وتعاوننا مع الدفاع المدني على أساس أن ننزل نموذج سيارة محلية إحنا أشرفنا على تعديلها وتضبيطها أن تكون عيادة داخلها الجو، حتى اللوحات اللي داخل السيارة أن تكون لوحات من البيئة. السنة الثانية كان مشروعنا الثاني أن ننشأ عيادة، لاحظنا أن إحنا كعيادة الأسنان يونا من ذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة هم في أمس الحاجة للمساعدة، لأن يعني من المفترض نحن نوصل لهم مش هم اللي يوصلون لنا، كأطباء كبشر كناس كمواطنات المفروض مبادرات من عندنا تصدر. فقمنا فالمبادرة هذه أطلقناها بعد للمعاقين بعنوان لست وحدك، وفعلا كان بزيارات لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، واخترنا نادي دبي للرياضات الخاصة لأن في متميزين كلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وحاصلين على ميداليات وتفوق في كل المجالات.